صفقة طبعا، هناك صفقة، ولكن هذه الصفقة ليست صفقة تفاهم، وإنما هي صفقة بين غالب ومغلوب. أستاذ أحمد، لقد كتبتم على صفحتكم التي يتابعها الكثير من الإعلاميين ونحن من بينهم بأنه سوف يتم اليوم حل جهاز المخابرات الجزائرية. نقر بأن كان لكم السبق في هذا الإعلان، لأن الصحافة الرسمية تكلمت عن هذا الحدث اليوم بالذات، لكنكم تكلمتم عن حل جهاز المخابرات، لكن كل المعطيات والعديد من المحللين يقولون بأن هذه إعادة تسوية الأمور في البيت، وأن العلاقة بين بوتفليقة والتوفيق لا زالت على أحسن ما يرام، وأنهما يجتمعان ويتلاقيان دائما في تواصل من أجل إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية برمتها. نحن عندما نتكلم من منطلق معطيات نحن نحصل عليها، يعني نحن عندنا معلومات نأخذها نحن من مكان الحدث، نحن لا ننتظر الصحافة الجزائرية والناس اللي يهضروا، هما ناس تتصدق عليهم السلطة بما تريد، أما نحن فنأتي بالمعلومات من أصلها. لكن أستاذ أحمد، كانت لكم معلومات كذلك خرجت للعلن عندما كان رئيس بوتفليقة مريضا في المستشفى في باريس، وقلتم بأن لوكلون بوتفليقة وأخوه قد انتهوا، لكنهم نراهم الآن قد رجعوا بقوة. معليش انتم، معليش، الانسان عندما نتكلم نحن نتابع قضيه منذ زمان، ونحن نتابعها ونحن على تواصل مع الناس الفاعلين فيها، يقول لك مع التواصل على متابعه لما يجري بينهم، وبالتالي فعلا انا نقدر نقول اليوم باللي فعلا في العمليه نتاعت اللي قلنا عليها بان بوتفليقه انتهى في هذاك الوقت، كان المدير العام للمخابرات فرض التسويه نتاعو، ولكن التسويه نتاعو كانت في اطار هو انه يتقاعد، يعني فريق محمد مدين كي دار العرض لبوتفليقه دار له عرض على اساس انه انا يعني رايح يعني يجب ان تنسحب انت وحتى انا انسحب، حتى يظهر له بانه يعني نوع من التوافق. بوتفليقة قبل العرض، ولكنه اتفق مع فرنسا ومع القائد صالح على عرض آخر، وبالتالي نستطيع أن أقول بأن الفريق محمد منين لقى روحه يعني فعلا تفاجأ، ولقى روحه خارج كما يقولوا، لكن صح التعبير، خارج اللعبة، احشاله بوتفليقة. وكي يقول بوتفليقة نحن لا نتكلم على الرئيس اللي راهو يعني مش قادر حتى باش يعني يقضي صوالحه الشخصية. أستاذ أحمد من فضلك، السؤال أستاذ أحمد من فضلك، أستسمحك أستاذ أحمد، السؤال الذي يفرض نفسه الآن، كيف لرجل كان على رأس السلطة لمدة 14 عاما لم يتمكن من القضاء على الدياراس وعلى رأسها توفيق، يصبح الآن بإمكانه بين عشية وضحاها وهو على ستة أشهر من خروجه من الحكم يتمكن من فعل كل هذا؟ هذه هي المشكلة للناس، يعني هذا الوهم اللي الناس راهم متمسكين به. بوتفليقة ليس هو الذي يفعل هذا، وإنما هناك الدائرة التي تشتغل باسمه. الآن كل القرارات في الحقيقة هو عاطي تفويض لأخيه، وأخوه عنده تحالف مع فرنسا ومع اطراف اخرى ويتحرك على هذا الاساس. نحن عندما نقول هذا الكلام رانا قلنا بيوم من الايام احنا طلبنا بوتفليقه قبل ما يضغط عليه التوفيق، طلبناه باش ينسحب، لان الطريق اللي كان ساير فيه هو واخوه وغيرهم هو طريق يؤدي بالجزائر الى الاستعمار الجديد. ولذلك احنا كي قلناها قبل كنا عارفين واش راه يدير بوتفليقة والناس المحيطين به، لكن المشكلة أن توفيق أو المخابرات اتخذت هذا يعني القرار بإحالة يعني بعزل ولا بطرد بوتفليقة لصالحها. المشكل في الجزائر هو أنه لا أحد يشتغل من أجل مصلحة الجزائر. بوتفليقة ليس هو الذي أحال توفيق على التقاعد، توفيق لقى روحه فينا عشية وضحاها
مجرد من كل الادوات القانونيه نتاعو بمرسوم رئاسي، ثم بعد ذلك القى من الذي يطبق هذه المراسيم؟ القى باللي قائد اركان الجيش هو الذي يطبقها. قائد اركان الجيش انا يتكلمت قبل ان يتم الاعلان عن اي شيء، تكلمت بان مديريه الامن بمديريه امن الجيش بقياده الجيش تمت محاصرتها واخلاؤها، ماهوش بقانون، تمت محاصرتها بالقوة. يعني لازم نسمع هذا الشيء. يعني انتم بقرة ما راحش بالكلام وبالكتابة، وإنما لقى نفسه مجرد من كل أسباب القوة اللي كانت تمعه. الحاجة الوحيدة أستاذ أحمد، أستاذ أحمد من فضلك خليني، ما زال بإمكانه أنه يديرها هو وجماعته، وهي العمل خارج إطار القانون اللي كان يقوم به ضد الشعب في يوم من الأيام. أستاذ أحمد من فضلك خليني نكون صريح معك من فضلك. لقد كان لنا لقاء منذ سنوات وقلت لي بالحرف الواحد بأن جهاز المخابرات مؤسسة قوية جدا، وأن التوفيق يحسب روحه رب البلاد في الجزائر، هكذا قلت لي بالكلمة الواحدة. كيف هذا الجهاز القوي المتين الذي فرض كل ما أراده في البلاد يقضى عليه بهذه السهولة؟ اسمح لي شوف أفهم مليح. أنا الذي الكلام الذي قلته لك كلام صحيح. لماذا؟ لأن جهاز المخابرات قوته ليست، جهاز المخابرات مش قضية ذكاء وقضية فهمة، فهم مليح. جهاز المخابرات كان يملك شرعية الدولة كلها. جهاز المخابرات كان يتصرف باسم قيادة الجيش، وكان يتصرف باسم الشعب الجزائري، وكان يتصرف باسم الرئاسة. الناس اللي كانوا يدخلوا على الناس وعلى الرجال ويدخلوا على رئيس يعروه، وش بك انت؟ هذو ناس كانوا يدخلوا بسلطة الشعب، بسلطة الدولة. جهاز المخابرات كانت عنده شرعية. هذا الجهاز اللي قلت لك كان قوي، هذا اللي كان يقول عليه بوتفليقة في واحد من في يوم من الأيام بأن احنا شكون اللي يتكلم عن المخابرات؟ بيتنا من زجاج. الناس كاع شافت بوتفليقة كان يتكلم هكا. بوتفليقة في هذاك الوقت كان حامي جهاز المخابرات رغم الجرائم اللي كان يرتكب فيها بحق الشعب. لكن عندما جاء الدور عليه، جاء الدور على بوتفليقة، هنا ما قبلش، وبالتالي اعطى تفويض لاخيه على اللوبي المحيط معه واستقواه في الخارج فعلا، وضغطوا على جهاز المخابرات وداروا له اللعبه وجابوه في الشبكه. فالقضيه قضيه جهاز المخابرات قوته ما كانتش من قبل في 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 سلاحه ولا في رجاله ولا في ذكائه، كانت في شرعيته. الان المصادر اللي يستمد منها الشرعيه تحبس منه الشرعيه. الرئيس من طريقه رسميه رفع عليهم الغطاء وجردهم من 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 حق التحرك بتجريدهم بتفكيك هذا الجهاز، تصريف مديريه امن الجيش والضبطيه القضائيه الى وزاره الدفاع وقياده الاركان، وتصريف الناس اللي الحالات حاجه اللي ما دار ما يعرفوهاش الناس، هي مديريه الامن الداخلي هذه اللي كانوا يقول اللي كان عليها على راسها طرفات، تم الحاقها بوزاره الداخليه. معليش ما دام الناس ما سمعتش هذا ستسمعه في الايام القادمه. المديريه هذه ستتبع وزاره الداخليه، وربما هذا بالعيد اللي راهم داروه قائد وزير الداخليه ما يكملش، يعني ممكن شهرين ثلاثه اربعه ومن بعد يجي في بلاصته الهامل هو. شكرا شكرا استاذ احمد، ابقى معنا من فضلك، ناخذ بعد التحاليل لبعض الضيوف. تنضم الينا اعزائي المشاهدين الاستاذه نعيمه صالحي رئيسه حزب العداله والتنميه. السلام عليكم ورحمه الله استاذه نعيمه. السلام عليكم استاذة نعيمة صالحي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صح انتقدت العدو البيان، معذرة استاذة صالحي. مؤخرا نحن الشارع هو الذي يتكلم. قمت بدورة بعمل جواري لبلدي سبع بلديات في ولاية الطارف وكذلك في النبع، وين حبيت نفهم الشعب الجزائري كيفاش راهو يفكر وكيفاش راهو يشوف في هذه التغييرات الغريبه التي لم يحد احد لم يحدها، يعني لم يحد الشعب الجزائري. فلقينا استدمار كبير بالنسبه للحاله الاجتماعيه للشعب الجزائري، هو الان منهمك، ليس لا ينتظر انتخابات ولا ينتظر رئاسيات ولا ينتظر تعديلات، يريد حل مشكل لحياته الاجتماعية المتردية جدا جدا، خاصة في البلديات.
وتصور يعني تصور حتى المياه النقية الصالحة للشرب محرومون منها. وبالتالي عندما نتكلم نحن على القيادة وعدم احترام الدستور وتجاوز الدستور وتغيير الدستور يعني تصور الدستور هذا اللي راهو اندار على المقار قاعد يخترق بهذا الشكل. تصور لو كان الدستور لم يصنع على المقاس كيف يكون الحال؟ اذا الطبقه السياسيه يائسه ومنزعجه كثيرا. ولكن نحن نقول للسيد الرئيس نحن نعلم انه الامر ليس بيده الان، لا يستطيع احد ان يغير هذا الكلام لان الشيء ملموس ومرئي ومسموع. الرئيس تحته سيئة جدا، الرئيس لا يستطيع أن يسير كل هذه الأمور ويغير كل هذه الأمور، ولكن الناس اللي من حوله اللي راهم يقوموا بهذه التدابير نقولوا لهم باللي احنا ما عندناش مزمار وما عندناش بندير، ونقولوا لهم احنا اليوم هنا لأننا كما نقولوا بالأمس كما نقولوا اليوم، رغم القوى والقوة اللي جاتوا بها. أستاذة نعيمة، لكن الكثير من المواطنين يتعاونوا مع أي كان. أستاذة نعيمة، لكن نعم. الكثير من المواطنين لا يقاسمونكم هذا الطرح ويقولون بأن الأحزاب السياسية والنخبة في الجزائر ديدنهم الوحيد هو الركوض وراء الفتات والتطبيل لعهدة رابعة لرئيس بوتفليقة. ما هو موقف حزبكم من كل هذه الإجراءات الخطيرة في هرم السلطة أستاذة نعيمة؟ السبب الذي جعلنا نتصل بالمواطن مباشرة في عقر داره وندخل حتى بيوتهم ونرى مشاكلهم. نحن لا ننساق وراء هذه التزامير لأنه المشكل خطير وخطير جدا، قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير، قد يؤدي إلى انفجار. الحرائق الآن التي نسمع بها هي هكذا عفوية، هي مدبرة. الآن راح تبدأ الانتهاكات حقوق المواطن، الحرق، السرقة، القتل، هناك انتقامات بين الأجنحة والمتصارعة والشعب كله. وبالتالي احنا ما نمشيش لهذا الطرح، احنا نقولوا باللي الشعب من حقه يكون محمي، وبالتالي لازم يوضحوا أمورهم. احنا كان قلنا باللي بقى تطبيق المادة 88 راهي الآن قصيرة، وبالتالي ما عليش انه يشرفوا على يديروا حكومة يعني انتقالية ائتلافية ويحضروا إلى انتخابات نزيهة. ونحن نؤيد الطرح هذا كذلك كما طرحنا الذي قال السيدي عليه اللي هو مصر ولجنة للتكفل بالانتخابات حتى تكون نزيهة. فنحن أيضا نؤيد هذا الكلام وهذا أيضا كان طرحنا. وبالتالي بهذا الشكل ستذهب الجزائر إلى الخراب، ستذهب إلى الدمار. ونحن نقول أيضا أن هاد الناس وصل بهم الحال إلى أنهم. شكرا جزيلا أستاذة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ أحمد شوشان، نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، تقول بأن ما يحدث الآن في الجزائر يمكن أن يمثل خطورة كبرى على البلاد، كل مؤسسات الدولة منهارة، حتى أنها قالت بأن الرئيس لا يحكم. من يحكم إذا كان الرئيس لا يحكم، وأنتم تقولون بأن صف الرئيس أصبح قويا وأقوى مما كان عليه؟ يعني عندما نتكلم احنا على الرئيس لانه يمثل الواجهه الرسميه، الرئيس هذا اللي راه مقعد كما قلت لك يعني يحتاج لمن يساعده في قضاء حواجزه، هذا راه يملك ختم يبيع به الجزائر يا ناس. يعني انا مش نتكلم انا رئيس بلديه، هذا راه رئيس، يعني راه الشيء اللي يختم يصادق عليه راه باسم الشعب الجزائري راه نسلكوها غاليه. يعني الاتفاقيات اللي راه يديرها والتعهدات اللي راهم يديروها باسم الان الناس اللي راهم عندهم الختم نتاعو. الناس اللي راهم عندهم ختم الرئيس يختموا به في الاقالات وفي التعيينات وفي الصفقات وفي غير ذلك. هاد الناس الشيء اللي راهم يديروا به راح نخلصوه حنا ولادنا. التعهدات اللي عطاوها فرنسا واسرائيل والامريكا
رايح نخلصوا احنا، احنا اللي راح نحاربوا فرنسا مش هما. وبالتالي احنا كي كنا نذبحوا ونعيطوا ونقولوا للشعب يجب ان يتخذ موقف كما كان الحال حتى يرجع يرد الاعتبار لسيادته، لان الناس اللي راهم في السلطه راهم يتلاعبوا مستقبله. لازم الناس تعرف باللي لابد بلقاء يحكم، ولا حتى الناس اللي راح اعطيهم ختم الرئاسه يلعبوا به يحكموا. طيب استاذ احمد، اذا رجعنا الى الاجراءات الجديده التي اصبحت حديث كل صغير وكبير في الجزائر، أنتم تعلمون أكثر من أي أحد آخر في الجزائر بأن المؤسسة العسكرية هي التي أتت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهي التي دافعت عن عودته الثالثة. كيف يعقل أن الأمور تعفنت بين المؤسسة العسكرية والرئيس بوتفليقة حتى يعيد النظر حتى في الهرم الداخلي للديرس؟ يا رجل واش من مؤسسة العسكرية؟ هو لو كان ماشي المؤسسة العسكرية بوتفليقة يقدر يدير شيء؟ ما يقدر يدير شيء. المؤسسة العسكرية هي التي أعطت القوة باش 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 يعني باش يفرض هذا البرنامج ولا هذا الأجندة على على يعني تصفية جهاز المخابرات. لو كان ماهوش القائد جاي صالح وقف مع بوتفليقة حتى فرنسا ما تقدر دير والو. إذا يعني أنتم أستاذ أحمد أنتم تؤكدون الخبر الذي تداوله وكتبه الكثير من المحللين أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استطاع تكسير العديد من الأحزاب والتوغل في داخلهم، واستطاع حتى تكسير المؤسسة العسكرية وشراء ذمم العديد من الضباط داخل المؤسسة العسكرية. عبد العزيز بوتفليقة لازم تفهم حاجة، راه إنسان رائد، يعني راه إنسان عنده الإمكانية باش يعني أنت الهامل هذا درك الهامل للناس اللي راهم مثله اللي راهم في 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 رتبته، راهم تخرجوا تخرجوا طردوا الى التقاعد برتبه عقيد، هو راه لواء. حتى الناس اللي راهم في الخدمه من الدفعه نتاعو راهم مازال عقداء. نفس الشيء هذا بن داود هذا اللي راهو الان راح يكون هو في الشرطه، يعني هو اللي راح يكون يشد الامن الداخلي والشرطه بعد ما يطلع الهامل يولي وزير الداخليه في المستقبل، هذا الى مشى لهم المشروع. لازم تفهم باللي بوتفليقة اشتغل داخل المؤسسة العسكرية، ولكن الشيء اللي ما يعرفوش الناس هو أن جهاز المخابرات هو اللي شكل يعني دار الشرخ بينه وبين المؤسسة العسكرية. جهاز المخابرات راني نقول لك الفريق محمد مدين عن طريق مديرية أمن الجيش والأمن الداخلي راهو أهان ضباط الجيش، راهم جنرالات كانوا ما يتوولوا، يسووا حاجه واحده ياخذوا الرواتب نتاعهم وتطلق ايديهم في في المصالح وينفذوا ويسكتوا. انت الجنرال ما عندوش الحق باش يفكر، وبالتالي جاي صالح ما لقاش صعوبه في اقناع القياده العسكريه اللي راها معاه من اجل التخلص من بوتفليقة، من اجل التخلص من توفيق والجهاد نتاعو والاستيلاء على المديريه اللي فيها الملفات نتاع الجميع. الان مؤسسه الجيش قياده الجيش لن يستطيع احد ان يحاسبها، لان مديريه امن الجيش اصبحت تابعه لقياده الجيش والضبطيه القضائيه اصبحت تابعه لها. لا احد يستطيع، لا احد في الجزائر حتى الرئيس عنده سلطه باش يحاسب اي واحد من العسكر، لان الادوات اللي كانت تسمح حتى للرئيس باش يحاسب اصبحت تحت الوصايه المباشره للقياده العسكريه. ما عادش في طرف ثالث اللي ممكن الرئيس يبتزه ولا يدخل معاه في في مساومه باش يضغط على القياده العسكريه. وبالتالي الان الاشكاليه الكبيره الناس اللي يعني ما الناس ممكن ما يستشرفوهاش الان، وهي ان هذا الشهر العسل اللي راه قايم بين ضباط الجيش والقيادة العسكرية وبوتفليقة وجماعته ما راحش يدوم. لماذا؟ لأن في المستقبل القريب راح الجيش كامل يعرف بأنه راح يكون ملحقة فرنسية، وما يقبلوهاش الناس. إذا ما قبلوهاش، إذا كان ما رفضوهاش الجميع يرفضها الناس في الجيش ويثوروا عليها. وبالتالي اليوم هذا السلوك اللي راه ماشية فيه الأمور، إذا كان الشعب الجزائري ما اتخذش موقف الله يسهل كيفاش يتخذ موقفه باش يرد الاعتبار لسيادته من يد هؤلاء الناس اللي يتلاعبوا بها. فليبشر، انا نقولها الامور رايحه للحسم
بالقوة، ما فيها حتى كلام. مستحيل باش يبقى إنسان جزائري عنده ضمير يتفرج بالجزائر وهي ملحقة لفرنسا ومكتوب عليها الاستقلال بعد كل التضحيات. هذه هي القضية اللي لازم نستعرضها. هل حتى هذا التفاهم، هذا التحالف بين بوتفليقة والقائد صالح وقيادة الجيش ضد جهاز المخابرات اللي في الحقيقة احنا طالبنا بتفكيكه من القيادة العسكرية منذ زمان. طالبنا قيادة الجيش منذ زمان أن تتخذ موقف من هذا الجهاز النتن الفاسد الإجرامي. لكن ما تاخذوش منه موقف في الوقت اللي كان يقتل بالشعب، وإنما اتخذوا موقف الآن عندما أصبح يهدد الناس بالملفات. هذه القضية لازم الناس تفهم باللي هذا الشيء اللي راه صار ما فيه حتى مصلحة للجزائر، وإحنا رانا نتكلموا وأرواحنا على أيدينا. هاني نقولها جميل جميل أستاذ أحمد، كلنا أرواحنا على أيدينا كما تقول، لكن ما الذي يدعنا نحن المواطنون البسطاء أمامكم أنتم ضباط الجيش وأمام مراصدكم والكلام الذي تقولونه الآن أمام الشعب الجزائري ومصادركم، كيف تحكمون عليها بأنها مصادر رسمية ذات ثقة؟ ومن يدرينا أن لعلكم أنتم ونحن كلنا دخلنا في دوامة لإيهامنا بأن ما يحدث في الجزائر هي حرب عصابات وأن الأمور تغيرت، وربما يكون كل هذا قد حيك ضد الشعب الجزائري كما تقولون. احنا ما بديناش الحرب اليوم، احنا ما بديناش نتبعوا كي عاد بوتفليقه وتوفيق الدوسو. احنا من 92 قلنا بان المخابرات هي التي دبرت الانقلاب على الشاذلي بالتعامل مع فرنسا. لكن المشكله وين؟ خليني هذه النقطه مهمه جدا، ركز معايا وماذا بيا كل اللي راهم يشاهدوا يركزوا. جهاز المخابرات كان يشتغل باسم سيادة الشعب دار لنكر في الجزائر من 62 باسم الشعب وباسم الوطنية وباسم الوطن والأمن الوطني وأمن الدولة وغير ذلك. استبيحت كرامة الجزائر كلها، لم يبقى لها كرامة من طرف هذا الجهاز. لكن لأن هذا الجهاز ما عندوش شرعية شعبية، كانت عنده شرعية رسمية مديها من عند الرئيس، أعطاها له بومدين وزاد أعطاها له الشاذلي وزاد أعطاها له الرؤساء المستشارين وزاد أعطاها له الرئيس الأخير المستقر. كلهم كانوا عاطين الصلاحية لجهاز المخابرات أن يهين الجزائريين، لكن النهار اللي سحبوها منه بعد عنده حتى قيمة. ها هو الشيء اللي الناس ما يعرفوش. احنا صحيح احنا نعرف احنا يرانا من وسط نراقبوا في كلش، ولكن احنا ما عندنا حتى شرعيه ان ناخذ المبادره باسم الشعب. استاذ احمد، هذه قضيه، اسمح لي، هذه قضيه الشعب الجزائري، ويجب ان يعرف بانه ليس لاحد ان ينوب عنه فيها. لكن اذا وصلت الامور الى ان اصبحت الجزائر مستعمره فعلا كما هي ماضيه اليه الان، هذاك الوقت المخلصين يجب ان يتخذوا القرار حتى بغض النظر عن الشعب. ما عادش يلتفتوا لا الشعب لا ولو. لماذا؟ لأن الجزائر جزائرنا غير عندنا حق فيها. هل يمكننا أن نعتبر أن هذه رسالة إلى الجيش أستاذ أحمد شوشان؟ سأدعك تجيب بعد الفاصل، بارك الله فيك. زي المشاهدين نأخذ فاصل قصير ثم أعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله مجددا أعزائي المشاهدين، نحن مع الأستاذ أحمد شوشان ضابط سابق في المؤسسة العسكرية، نتحدث عن الإجراءات الجديدة التي مست هرم السلطة في الجزائر وكذلك جهاز المخابرات تحديدا. أستاذ أحمد شوشان، ما قلتموه يعتبر خطيرا جدا، هل هذه رسالة مشفرة إلى الجيش أم أنكم تتحدثون إلى الشعب الجزائري لينتفض كما طلب منه العديد من رؤساء الأحزاب أن يفعل؟ أنا لا أسمعك أخ عبد الغالي. أستاذ أحمد شوشان، أستاذ أحمد شوشان تسمعني الآن؟ أنا أسمع.
لقد تحدثتم مرارا وتكرارا عن ما يحدث الآن داخل جهاز المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات الDRS، وقلتم بأن ما يحدث خطير جدا، قد يؤدي إلى البلاد إلى متاهات خطيرة جدا. هل هذه رسالة مشفرة إلى المؤسسة العسكرية، أم أنكم تطلبون من الشعب الخروج في البلاد والانتفاضي كما دعت إليه العديد من الأحزاب ورؤساء الأحزاب وعلى رأسهم الرئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور؟ احنا ما نبعثوش الرسائل المشفره، احنا كلامنا كما يقولوا دغري، نتكلموا مباشره حتى يفهمنا كل الناس، باش واحد ما يبدا يفسر في كلامنا على اساس خاطئ. رانا قلنا بان هذه المعركه ما حتمهاش بوتفليقه، ما حتمتهاش الجزائر، هذه المعركه حتمتها فرنسا، والغالب رايح يكون خدام عند فرنسا. هذه هي القضيه. الان التفاصيل اذا بغيتوا، اذا كان عندكم سهره نسهروا وتفتحوا المجال ونتكلموا للناس ونقولوا كل شيء. القضيه رايحه لهنا. الان احنا واش رانا نقولوا للشعب الجزائري؟ رانا نقولوا له خذ المبادره. ما رانا نقولوا لا لا ثور من اجل فلان من اجل علان. خذ المبادره. من يأيد هذا الناس؟ والا ستجد نفسك بطريقه رسميه تحت الاحتلال. شكرا استاذ احمد، ابقى معنا من فضلك. استاذ محمد ونيوغن اعزائي المشاهدين ينضم الينا للحوار حول هذا الموضوع. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله. استاذ محمد، ركزتم في مقالكم اليوم على ان ما يحدث الان في هرم السلطه وخاصه في جهاز المخابرات الDRS امر طبيعي، وكل ما يحكى عليه في وسائل الاعلام انما هو امر تافه، وقلتم بان كل هذا هو وليد ترتيبات، وكل ما يشاع عن الحرب بين الاجنحه وهم لا غير. لا لا، ما قال تعليم هو عباره عن اخبار وليس قراءه سياسيه فيما كتب في الصحافه، وذكرت كل الروايات الموجوده الان. الروايه القول بان هناك صراع هي روايه، والقول وهناك من يقول بان لا يوجد اي صراع. الثابت اعتقد بان هذه الحركه لا تغير شيء بالنسبه للوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر، وإنما هو أمر داخلي للمؤسسة العسكرية. الخبراء الأمنيين اللي يتابعوا الوضع يتحدثون الآن عن مخاطر أمنية تحدث بالجزائر، وهذا معروف عند العام والخاص، حدودنا الآن مشتعلة من كل مكان، وبالتالي نظريا يجب إعادة النظر، من الطبيعي أن يعاد النظر أو يعاد هيكلة أجهزة الأمن بشكل الذي يجعلها تتكيف مع هذه المعطيات الجديدة. ما علاقة هذه التغييرات أو هذه إعادة الهيكلة هذه مع الوضع السياسي أو الترتيبات السياسية أو الترتيبات الانتخابية الجاية؟ هذه مجرد روايات وقراءات، يعني ما كانش دليل ملموس على وجود شيء ما يرتب سواء ضد الجزائر او ضد المؤسسه العسكريه او ضد الرئيس او ضد اي طرف من طرف اخر. يعني استاذ محمد، انتم كمراقب للمشهد السياسي في الجزائر، كيف تقيمون موقف المجتمع المدني تجاه ما يحدث الان في الجزائر؟ من الطبيعي المجتمع المدني في الجزائر يهتم بالمشاكل الاجتماعيه للمواطنين، يعني هذا شان داخلي للمؤسسه العسكريه، ما عندوش تاثير مباشر على الساحه الاجتماعيه، وبالتالي هو المجتمع الجزائري غير ربما من حيث المقرؤيه، المقالات التي تكتب او التحاليل التي تثار يثيرها الموضوع يتبع على الراي العام الجزائري من باب الفضول، ولكن ان ننتظر من الشعب الجزائري ان يتحرك او المجتمع المدني ان يتحرك من اجل هذه القضايا فهذا امر مستبعد. استاذ محمد، سؤالي الاخير من فضلك، الاعلام الجزائري يعاب عليه كثيرا بانه اخذ موقفا من ما يحدث الان من هذا الصراع كما سميتموه، ومن الاعلام من ذهب من اخذ موقفه الى تمركزه مع 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 فريق ما، هل كيف تقيمون تواجد الاعلام ودراسته وتحليله لما يحدث الان في الجزائر؟
للاسف الاعلام الجزائري ما هيش اول مره يتهم بانه طرف في 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 صراع في صراع ما في الجزائر، سواء عندنا في المواعيد الانتخابيه او في مواعيد سياسيه اخرى، وهذا شيء طبيعي لان الاعلام له دور في صناعه الراي العام، ومن الطبيعي ان يتهم في كل مره بانه اخذ موقف لهذا الطرف او لذلك. ولكن ما فعله الاعلام الجزائري بالذات في هذه المرحله بالذات هو نقل روايات وليس اكثر. لم اقرا في صحف الجزائريه لحد ساعه شخصيا بان صحفي معين او جريده معينه اتخذت موقف من جهه معينه، بل قدمت روايات قد تكون احدى هذه الروايات صحيحه واخرى خاطئه، ولكن لم اقرا موقف لصحفي موقف شخصي لصحفي او موقف لصحيفه معينه من هذه الاحداث. استاذ محمد ديوان نغن صحفي وكاتب، لك مني جزيل الشكر. اعود اليك استاذ احمد شوشان. الاخطبوط ما يسمى بالدراس الذي حيكت حوله الاساطير والحكايات، هل مات نهائيا كما كتبتم وقلتم، وهكذا تصبح قلعه الدراس الاسطوريه في خبر كان؟ نعم، هو احنا نفهم هذا الكلام في اطاره. الديارات التي كانت تشكل دائره نفوذ مستقله عن الرئاسه، يعني قولوا مستقله في عملها، بحيث حتى الرئاسه لا تستطيع ان يعني تتحكم. هذه المؤسسة راح وتم، أنا أقول لك تم تفكيكها تفكيكا كاملا كامل، يعني هذه المؤسسة لم تصبح موجودة. إلا سمعت أنها إلا ما تجيش تسمع، أنا نظن المفروض يعني ما تجيش تسمع كلمة ديارات في الجزائر، راس انتهت. لكن الكم الهائل من الهيكلة تاع هذا الجهاز هذا راه كان فيه يعني تابع عليه قريب 150 ألف عون ما بين ضابط وموظف وغير ذلك، راه ماهوش حاجة سهلة، يعني راه غير الضباط وحدهم فيه 22 ألف ضابط. لا بغض النظر عن الموظفين استاذ احمد شوشان، سي غراف بور ان بيي كوم لالجيري تقول باللي ان يورا بلو دو ديريكسيون دو رونسينيمون دو لا سيكوريتي في الجزائر. تفضل. راني نقول لك هذا الجهاز اللي كان بالشكل هذا رسميا تم حله، لكن الاجهزه نتاعو كلها بقت، يعني الامن الداخلي اللي كان تحت قياده الطباق وكان قبل تحت قياده اسماعيل العماري واللي دار السير في الناس، هذا الجهاز نحوا الرؤوس نتاعو وضموه لي وزارة الداخلية. شكرا أستاذ أحمد، ابقى معنا من فضلك. انضم إلينا الشيخ علي بن حاج. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل. السلام عليكم شيخ علي بن حاج. شيخ علي، هل أنت معنا؟ نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم شيخ علي، استمعنا إلى آراء النخبة كثيرة من رؤساء الأحزاب ومن الصحفيين ومن المجتمع المدني، ومعنا ضابط سابق في المؤسسة العسكرية، ما هي قراءتكم لما يحدث الآن شيخ علي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولضيوفك الكرام. ينبغي علينا أن ندرك بأن ما يحدث في الجزائر لا يهم الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد. هذا صراع بين الديكة وصراع على مصالح وصراع على نفوذ، وصراع أي الطرفين يقدم الولاء الأكبر للخارج أكثر مما يهتم بأمر الداخل، فهو صراع في الحقيقة على النفوذ والمصالح، ليس فيه ما يدعو إلى الاهتمام الكبير. الاهتمام الذي ينبغي نركزه الآن كما قال ضابط الأخ المتأخر المتدخل شوشان، أن يكون الشعب الجزائري مستوى فيسترجع كرامته وحريته وحقوقه بنفسه، لأن هذا الصراع مهما قال فيه كثير من الناس هل هو حقيقة
أم هو وهم أم هي مسرحية كبرى أم إلى آخره. هذه القراءات. المهم أن المستهدف في هذا كله هو الشعب الجزائري وسيادة الجزائر، لأنه كما لا يخفى عليك هولاند صرح عندما كان في فرنسا وزار الرئيس في مشفاه، قال بأن الرئيس سيعود إلى الجزائر وستكون هنالك انتخابات 2014، وهنالك الوزير الأسبق للإعلام الذي قال بأن الجزائر دستورها يصنع من طرف اللجنة فرنسية، وهذا ليس بمستبعد، حتى أن كثير من رجال الثورة الأشاوس القدامى والمجاهدين، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، حذروا حتى من بومدين في ذلك الوقت الذي جعل جماعة لاكوست والإدارة الفرنسية في جنبه. إذا فقضية فرنسا موجودة بقوة في القرار السياسي الجزائري، وكلنا نعرف ما قاله ساركوزي ذات يوم، قال أمن فرنسا من أمن الجزائر، وكلنا يقرأ وما قاله ابن ديغول يعني عن أبيه بأنه أعطى الاستقلال ولكن ستستعمر الجزائر بطريقة أخرى. شيخ علي، في آخر تدخلكم تحدثتم وقلتم بأن الجزائر بحاجة إلى عدالة انتقالية لا ليس إلى عدالة انتقامية، هل هذه رسالة أو طروحة جديدة للنظام الحاكم في الجزائر من أجل إعادة النظر في الأزمة الجزائرية؟ أنا قلت هذا في إطار ما حدث من تحديثات، قلت هذا في إطار ما، بمعنى أن هنالك طرف يحمل الطرف الآخر الجرائم، والحقيقة أن كل هذه الأطراف متورطة، بما في ذلك رئيس الجمهورية الذي قال ذات يوم جئت لأعطي الحصانة للجيش، وأعطى الحصانة ومنع شريحة كبيرة من الشعب الجزائري من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية. ونحن نريد أن نقول أن الشعب الجزائري إذا وقع تمديد لسنتين أو وقع تعديل الدستور لعهدة رابعة ينبغي أن يتخذ قرارا وينزل إلى الشارع ويسترجع حقوقه، وعندما نقول ينزل للشارع يعني ينزل بطريقة سلمية، نعتصم وننام في الشوارع حتى نسترجع حقوقنا، لأن الجزائر أمام حلين اثنين، حل الرئاسة هذا لن يشدي نفعا، إما أن تكون مرحلة انتقالية يتفاهم عليها من جميع الأطراف السياسية المعتمدة وغير المعتمدة وهكذا نخرج بطريقة سلمية إن شاء الله، وإما أن تصل هذا الصراع يصل إلى كسر العظم، والآن بدأت بوادره تظهر على أكثر من هذا، حرق المؤسسات شرقا وغربا، هذا ليس أمر عفوي، هذا يعني الشلل الذي مس جميع مؤسسات الدولة الآن تنتظر ما بعد هذا دليل، وربما يتطور إلى تصفيات سياسية واغتيالات سياسية، لأن هذا هؤلاء كانت لهم مصالح والآخرين يريدون مصالح، وعندما تتظاهر بالمصالح فلا شك أنه سيظهر هذا في الشارع، ولذلك ننبه على أنه ينبغي علينا. أما العدالة فإذا كانت الأمور تحتاج إلى عدالة فكلنا ينبغي أن نحاسب، سواء جنرال توفيق أو بوتفليقة الذي أعطى الحصانة لهؤلاء المجرمين، كلنا كلهم، بما في ذلك نحن إذا كان عند الدولة أدلة علينا فنحن نذهب إلى المحاكمة، أما أن يكون هذه التصفيات وهذا اللعب على الشعب الجزائري والرئيس الآن الأمر ليس بيده، الأمر كما قال هو في فرنسا وعلى يد عصابة وجدة، هذا انقلاب وجدة المسيطر، هذا هو الشيء الواقع، والدليل على ذلك الوزراء الذين هم من جهة واحدة، يعني وزير الداخلية ووزير العدالة شيخ علي من فضلك وزير عام للأمن
شيخ علي من فضلك، كيف تجيبون التحليل عن التحليل الآتي الذي يقول بأن بوتفليقة الآن أصبح طليق اليدين وأصبح حرا بعد أن قضى على جهاز المخابرات، وأنه الآن بإمكانه أن يفتح صفحة جديدة وسوف تكون مصالحة حقيقية يمكن إدراج الجبهة الإسلامية للإنقاذ مجددا في ساحة سياسية في الجزائر؟ نحن لا نتكلم في أمور في الحقيقة معروف عن بوتفليقة أنه في كل عهدة انتخابية يخرج قضية المصالحة أنه سيعمقها وأنه سوف يتخذ قرارات، وكما تعرف بأن الشيخ عباسي وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعني بعث برسالة سنة 2007 يعني وقالت بأنه ينبغي أن تفعل المادة 47 من قانون السلم والمصالحة، ولكن شيئا من هذا لم يكن. ونحن نعرف أيها الإخوة أنه ينبغي علينا أن ندرك بأن القضية الآن مسألة الشعب، ينبغي وعلى الإعلاميين وعلى رجال السياسة وعلى الدعاة وعلى العلماء أن يقولوا قولة الحق الآن. من لم يتكلم الآن فإن الجزائر على خطر على خطر على خطر. الشيخ علي يبقى معنا من فضلك، أعود إليك بعد قليل. أستاذ أحمد شوشان، في تدخلكم المطول البارحة تحدثتم على أن الرئيس بوتفليقة لم يكن له الإمكانية بأن يقضي على هذا الجهاز، ثم قلتم بأنه عندما كان مريضا في فرنسا تدخلت فرنسا في هذه القضية وأصبح قويا بين عشية وضحاها، وأن توفيق تلقى معلومات من الولايات المتحدة بالانسحاب. كل هذا يبقى ضبابيا لدى المواطن البسيط مثلي، يمكنكم شرح هذه القضايا من فضلكم. جيد، مشكلة كبير أنك يعني باش يعني أنت راك تتكلم على دولة يعني فرنسا عندما تتعامل مع الجزائر لا تتعامل بالشفافية حتى مع شعبها، والجزائر السلطة في الجزائر كلها بكل مؤسساتها لا تتعامل بشفافية مع شعبها التعامل مع فرنسا. لكن ايش تحب انت يا الشعب يقدر يفهم؟ ما يقدروش يفهموا. لكن احنا انا يا نعطيك صورتين يعني لا سي شوشان، انا مش حبيت نقول لك فرنسا وقبلناها، المستعمر القديم قبلناها، عندها تاثير جدي على الجزائر. دخول الولايات المتحده على الخط مع التوفيق شويه فيها ضبابيه. استاذ احمد خليني تفضل. شوف في 92 فهم مليح، فرنسا كانت لهمها هي تبقى وصايتها على الجزائر كما راه قال كما راك ذكرت بالكلام نتاع ولد ديفون، فهمت واش ابوه واش قال له. ففي 92 معني مليح، هذه نقطه مهمه. انا نسمع فيك استاذ كل اذان صاغيه، تفضل. شويه تحل يعني تحل الراس للي بعيد عن المشهد، تفضل. 92 اسمع، جهاز المخابرات هذا اللي اليوم فرنسا سمحت فيه كانت معولة عليه في 92 مع العماري، وبكل تأكيد توفيق على باله. كاين الناس يقولوا لا كان يتفرط، لا مستحيل باش اسماعيل العماري يجيب قيادة المخابرات الفرنسية كلها يدخلها للجزائر وتجتمع في وزارة الدفاع الوطني مع مجموعة من الجنرالات على رأسهم وزير الدفاع وقائد الأركان وقائد الدرك وكل، وهو معنا بالوش مستحيل. وبالتالي جهاز المخابرات هو الذي أشرف، معني مليحة جهاز المخابرات سنة 92 هو الذي في نهاية 91 هو الذي أشرف على تأمين المؤامرة على الجزائر، هو الذي أدخل جهاز المخابرات الفرنسي وأمن له الاجتماع مع الزار خالد وجماعته في وزارة الدفاع وبقى يتابعه في الأمور إلى أن حصل الانقلاب، وهذا معترف به من طرف المستشار الأمني للرئيس الفرنسي. على كل حال احنا قلناه في واحد الوقت وما قدرناش الناس يفهموا كما راك تقول، كان ضبابيه حتى تكلم ملكياني وثبتوا. الان انا نقول الان برك راني نتكلم الان في هذا الوقت مبعوث الدوله الفرنسيه موجود في الرئاسه، يعني فرنسا موجوده في الرئاسه الجزائريه الان. باجوري راهو هو اللي يدير هذه العمليه تاع التعديلات من الرئاسه. وتقول لي انا يجيب لي الدليل ولا انا ما نقدرش نصوره، لكن تاكد معليش بغيتوا تستناو 20 سنه ولا 10 سنوات حتى يخرج فرنسي يتبرع علينا ب
باجوري في المذكرات نتاعو يقول باللي كنت انا وسعيد بوتفليقه برئاسه الجمهوريه ندبروا في هذه المؤامره. ففرنسا خلاص هذا الفكره وصلت. استاذ احمد شوشان سؤالي الاخير من فضلك اذا سمحتم الوقت يداهمنا، بداتم تدخلكم بثوره نوفمبر وانهيتموه بكلمه ثوره، هل المشهد خطير بهذا الحد باش نتكلموا بكلمه ثوره في الجزائر؟ نعم صحيح تسلم. يعني نتايا نقولوا حنايا الارهاصات نتاع ثوره راها متوفرة، ما في حتى كلام. كي نقول لك ثورة راني ماشي نتكلم على ثورة الشعب، باش نفهمك مليح. ثورة الشعب يعني انتفاضة الشعب كما راه كان يقول الشيخ علي بن الحاج، الشعب يخرج سلميا ويفرض نفسه في الشارع، هذا هو الشيء الذي كنا نطالب منه به منذ سنوات. هذا هو الحل الأسلم. لكن إذا كان هذا ما حصلش وبقات الأمور ماشية في هذا الاتجاه لتسليم الجزائر كلها الى فرنسا، فتاكد بانه سيحصل ما حصل في 54. لابد ان تخرج نخبه من الجزائريين تكفر بالاحزاب وبالعمل السياسي وبالجمهوريه وبالمؤسسات وتعلن الثوره على هذا الواقع، ما فيها حتى كلام. هذه راني نقولها ونعاودها وعقلوا عليها مليح، ما عرفنا لا نلحقوا ولا لا نلحقوا لها، احنا راسنا بالزنقه. فاذا هذا الامر هذا لازم نتخذه بعين الاعتبار. اذا كان الشعب الجزائري ما اجتمعش على كلمه واحده ما فيها حتى سلطه لواحد، الشعب الجزائري كامل بسلطته الموحده يفرض نفسه وينح شرعيته على هذا الاعتبار. فهذا هو المخرج الاسلم. شكرا احمد شوشان ضابط، معذرة اقاطعك لقد انتهى وقتنا. اشكرك احمد شوشان ضابط سابق في المؤسسة العسكرية كنت معنا ببريطانيا. اعود اليك شيخ علي. شيخ علي من فضلك سؤالي حول حل جهاز الشرطة القضائية، هل تظنون ان هذا الحل سوف يقضي نهائيا على الملفات الشائكة التي طالت الجزائريين في العشرية السوداء كما يسميها النظام؟ اولا السؤال الذي ينبغي يطرح، الاجهزه الامنيه كلها تحتاج الى اعاده النظر والى سياسه جديده. اذا كان المخابرات ارتكبوا جرائم فكذلك ايضا الاجهزه الامنيه والدرك ايضا ارتكبوا جرائم لا تقل فظاعه عما ارتكبته ايضا المخابرات. ولذلك المساله كان الامر السائد هو القتل والاختطاف والتعذيب والإهانة والإذلال، هذه اشتركت فيها جميع القوات الثلاثة الخاصة التي كانت تتدخل من جميع. إذا فالقضية ليست قضية جهاز واحد دون الذي، هنالك منظومة أمنية تحتاج إلى مراجعة. لكن نحن لسنا بهذا الصدد، نحن نريد أن نقول لماذا سكت الذين كانوا ينادون ب يعني بإحالة الرئيس ورحيل الرئيس، لماذا سكتوا الآن؟ الرئيس ليس هو الذي يتخذ القرار، هناك جماعة بوتفليقية مرتشية وعندها يعني امتدادات في الخارج، وكما يعرف العام والخاص أن بوتفليقة من سياسته دائما وأبدا هو دائما يتشبث بالخارج ليستقوي على الداخل، ولكن طالت المدة 13 سنة. أين كان هؤلاء عندما كانت قيادة الجبهة الإسلامية وهي وراء القضبان تنادي بمحاكمة جهاز المخابرات؟ ولماذا نحن رفضنا المحاكمة؟ لأننا قلنا لا بد من رؤساء جهاز المخابرات أن يحضروا في المحاكمة. يعني في ذلك الوقت لم تكن هنالك لا فضائيات ولا قنوات ولا أي شيء، وضربنا وشتمنا داخل السجن وفعل بنا الذي فعل، ومنهم الشيخ عباسي ذكره الله بالخير الذي جرد من لباسه تماما وسائر قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. إذا نحن الآن نتكلم ما محل الشعب الجزائري من هذه الحيصة، ما محله؟ ينبغي على الشعب الجزائري أن يدرك بأن هنالك صراع سيمتد وسوف يأخذ أشكالا، وهو يأخذ الآن أشكال عن طريق الفضائيات، عن طريق
الصحافة عن طريق إلهاء الشعب تارة بكرة القدم وتارة بكذا وتارة بكذا. طيب شيخ علي، شيخ علي من فضلك، الصور التي رآها الشعب الجزائري لا توحي بأن الرئيس قادر على أن يقوم بعهدة رابعة ولا حتى أن يمدد عهدته لسنتين. هنالك العديد من الأحزاب في الجزائر تنادي بعهدة رابعة، كيف يمكننا الكلام عن عهدة رابعة في ظل هذه الأزمة وهذا الصراع التي تحدثتم عنه؟ هؤلاء واهمون، هؤلاء واهمون. أنا لا أقول على العهدة الرابعة، الرئاسة، الانتخابات الرئاسية ينبغي أن يعاد فيها النظر أصلا، لا بد أن تكون هنالك مرحلة انتقالية ويحسس دستور جديد، ثم بعد ذلك تكون هنالك الانتخابات وفق دستور جديد من طرف هيئة تأسيسية حتى نخرج من الأزمة. أما الرئاسيات أنا أقول لكم بعد 9 أشهر يأتي رئيس، ولكنه لا يستطيع أن يغير شيء في ظل هذه الصراعات. هنالك أناس متنفذون في هذه الجهة أو في تلك الجهة، أصبحت لهم أموال وأصبحت لهم ارتباطات وأصبحت لهم أيضا يعني ارتباطات دولية وخارجية، حتى مع المخابرات، حتى مع الصهاينة. هنالك شركات جزائرية يديرها بريطانيون وعمان وفرنسيون، ولكن أصولهم صهيونية. لا بد أن نبقى هذا الشعب الجزائري كلمة ترجع إليه. الدعاة قاموا بواجبهم، وبعض قادة السياسة قاموا بواجبهم، لا أقول كلهم، ولكن إذا سكتوا هذه المرة فإن البلاد مقدمة على خطر دائم، ينبغي عليه أن نتنبه له الآن قبل غد. وقد يعني وقد بينت هذا في عديد من المواطن، وأنتم بينتموه والعقلاء بينوه. لا بد أن يخرج جميع القادة الفكر والسياسة والعلم والشرع والقانون لكي يقفوا أمام مخطط، كما قال قبل قليل الأخ شوشان، هو في الحقيقة استعمار. فرنسا ما زالت واضعة، وجاك شيراك قالها عندما زار الجزائر، قال أنا محامي الجزائر في المحامي الدولية. يعني الجزائر استقلت ويحامي عليها جاك شيراك وهولوند، التصريحات نتاعو وساركوزي، والعلاقات كلها تدل على ان هنالك شيء طبخ في فرنسا بموافقة ايضا امريكا، لان لها مصالح والدول الغربية لها مصالح، وتمر بأزمات مالية، والجزائر يعني في حالة يعني صراع فاحش، بينما الشعب الجزائري ما زال لا يجد لقمة العيش. شيخ علي، سؤالي الأخير من فضلك، رئيس حركة مجتمع السلم تقدم بمبادرة للخروج من الأزمة الجزائرية، وقال بأنه على تواصل مع العديد من الشخصيات للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ما موقفكم من هذه المبادرة من فضلكم؟ هي لقاءات لا أكثر ولا أقل. المبادرة لم تدرس إلى الآن، والجبهة الإسلامية للإنقاذ سيكون لها رأيها في وقته وفي زمانه. لقاءات أخوية، ونحن مفتوحون نلتقي بكل الناس، الشخصيات السياسية والعامة تلتقي، لكن ليس هنالك شيء مقطوع به. ثم أننا نحن لحد الآن نرى بأن الرئاسيات ليست هي الحل، وتمديد سنتين ليس حلا، وعهدة رابعة لبوتفليقة ليس حل، والشخصيات التوافقية نرى الآن هذا في بداية. ربما إذا حدث جديد والسياسة متغيرات، يعني إذا جد جديد إننا ننظر فيه مع الإخوة، ويعني ونرى فيه رأي. شيخ علي، لكن العديد من الشخصيات المحسوبة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومن قياداتها يستعملهم النظام الآن للإيحاء بأن هنالك تواصل بينكم لإيجاد حل للأزمة الجزائرية. لا، هنالك لقاءات أخوية لا أكثر ولا أقل. أنا ألتقي وغيري يلتقي، والشيخ غدا سيلتقي، وهكذا يلتقي، لكن ليس هنالك. الجبهة الإسلامية للإنقاذ معروف عنها، والشيخ عباسي رئيسها يعرف بأن الانتخابات بهذه الطرق في هذه الظروف لا تجدي نفعا. لا بد من أن نفكر في حل سياسي عادل وشامل يقطع جذور الأزمة مرة واحدة، ويرد الكلمة إلى الشعب ليختار بكامل الحرية وكامل السيادة. هذه هي القضية الأساسية. أما هذه الصراعات الموجودة الآن وتغير فلان واختار، ثم أنني أقول قايد صالح الذي الآن أصبح من شأنه قايد أيضا مجرم ينبغي أن يحاكم، لأنكم تعرفون في الجيش
قائد القوات البرية هو رجل ثاني بعد قائد الأركان، فهو الذي كان يعني يخرج الدبابات وقوات الجيش التي كانت دمرت في القرى واعتدت وكذا. فما الذي جعل هذا الجنرال مغضوب عليه وهذا مقبول؟ لماذا هذه القسمة بيضة؟ ولذلك قلت لا بد من عدالة انتقالية وليست انتقامية. أنا قلت أيضا ليست انتقامية، عدالة انتقالية كلنا نذهب. شكرا الشيخ علي بن حاجة نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت معنا من الجزائر، لك مني جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين، انتهت حصة الحدث المغاربي لهذه السهرة، في أمان الله.